الأخ أحمد أنجولا عنده كيف نستقبل رمضان؟ نعم، بالنسبة لرمضان موسم عظيم من مواسم الخير، ولا بد أن يتهيأ له الإنسان قبله، وهذا التهيؤ يكون بالتوبة النصوح والعزيمة على استغلاله فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى بأداء صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه والمنافسة في الطاعات وختم القرآن والإكثار من الذكر والجود والسخاء، وهذه الأعمال الصالحة كلها الباب مفتوح فيها للتنافس. ورمضان فرصة، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الذين ينتظرونه الآن لا يأتي رمضان إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وانقطعت آمالهم من الحياة الدنيا. وكثير من الذين يشهدونه ويصومونه لا يصومونه بعد ذلك، آخر عهدهم برمضان هذه المرة. فلذلك لابد إذا أتيحت الفرصة للإنسان فبلغه الله رمضان أن يجتهد من بدايته إلى نهايته بأن يستغل هذا الموسم وأن يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وليكن ذلك بقوة العزيمة والإخلاص لله والاستغفار والتوبة النصوح قبل أن يدخل الهلال، وأيضا بمراجعة محفوظه من القرآن، إذا كان يحفظ القرآن كاملا يراجعه قبل رمضان، وإذا كان يحفظ منه فليراجع محفوظه يتهيأ بذلك لرمضان.